موضوع اليوم بإذن الله تعالى راح أعرفك كيف تعرف ميز هذا التطبيق اللي أنت نزلته احتمال أنه يكون كيلوجر، مالوير، فيروس أو تطبيق تجسس. طبعا راح نجرب على هاتف قديم وهاتف جديد. الهاتف القديم نظام تشغيله قديم تقريبا أندرويد 7 ومن غير برنامج حماية، وراح تعرف شكل التطبيق لما يتم تثبيته إذا كان في أحد يوم من الأيام حاول أنه يضحك عليك ويقول لك ثبت هذا التطبيق، أو أنت مثلا كنت تبحث بشكل عادي على الإنترنت وحبيت أنك تنزل تطبيق ما كان موجود مثلا في جوجل بلاي فلقيته في أحد المواقع وحبيت تنزل. الآن راح أوريك العلامات اللي راح تدل لك أو توريك إن هذا التطبيق تطبيق خبيث إما يكون تجسس أو مالوير. طبعا الجهاز الأول راح يكون نظام تشغيله قديم ومن غير برنامج حماية، ولكن لك راح تعرف سواء كان عندك برنامج حماية أو غير برنامج حماية راح تعرف عن طريق البيهيفر أو السلوك، وراح أعرفك العلامات اللي تخليك تتأكد إن هذا التطبيق تطبيق خبيث أو تطبيق تجسس أو مالوير أو كيلوجر أو أي كان. طبعا في نقطة لازم أنبه عليها أنه في بعض التلفزيونات، حتى أنا التلفزيون اللي معايا تمام من شركة صينية يستخدم نظام نيكسس رقم 6، ونظام تشغيله هو يعتبر نظام أندرويد 6 تقريبا، ولذلك هم أغلب التلفزيونات الصينية يجيبون لك نظام أندرويد يعني بما أنه من نواة لينكس وثبتوا على التلفزيون وباعوه وقال لك أن هذا يشتغل بنظام أندرويد، وهو في الحقيقة يشتغل بنظام أندرويد كان موجود لأجهزة سابقة، لذلك حبيته بس أنبهها النقطة. بسم الله من غير من طول، الآن أنا عندي هذا الجهاز القديم لينوفو كينو 8 نظام التشغيل حقه، خلينا ندخل ونشوف نظام التشغيل حقه إيش نوعه. لاحظ هنا أنه نظام التشغيل أندرويد 8، وهذه الأجهزة ما زالت موجودة وما زال في كثيرين من المستخدمين يستخدمون هذه الأجهزة. طيب الآن نفتح المتصفح، أنا قد جهزت شو اسمه التطبيق هذا هو تطبيق تجسس، ولكنه يعني بشكل شرعي للناس اللي هاوين مثلا أمر سبراني أو اشتغلت أمر سبراني، في كثير من هذه التطبيقات احنا دائما نشتغل عليها علشان ما هو عشان نجربها ونشوف يعني المشاكل الموجودة فيها. الآن هذا هو التطبيق راح ننزله الآن بشكل يعني طبيعي، راح اختاره واقول له مثلا لحظة بس خلينا نشوف، ايوه الآن نضغط له نعم كونتينيو، الآن التطبيق نزل تمام. الآن فلنفرض انه انت ذحين وضعك هذا نزلت التطبيق تمام، تنزله سواء من المتجر من موقع، طريقة تثبيته تتم بهذه الطريقة. ركز معايا بالله، ابغاك تركز يعني، نفتح الملفات ونروح للداونلود تمام، راح نلقى التطبيق اللي نزلناه هذا هو شكله كذا. ومجرد انك تفتح التطبيق لاحظ وخلك منتبه، ما في اي تطبيق طبيعي انت لما تنزله او تطبيق رسمي او شرعي تنزله يظهر لك بهذا الشكل تمام. راح يقول لك لاحظ الاشياء اللي يقول لك هنا تعديل المحتويات وبطاقة الذاكرة والوصول الى الموقع التقريبي استنادا للشبكة والوصول الى الموقع الدقيق، وهذا في فيديو شرحته لكم فرق بين الموقع الدقيق والتقريبي. لاحظ انه هنا حتى يستخدم الجي بي اس، ولاحظ هنا قال لك يسجل صوت، ولاحظ هنا قال لك اتصال مباشر بالارقام، ويقرا حاله الهاتف، ويقرا سجل المكالمات، ويعدل على جهات الاتصال، ويقرا جهات الاتصال، ويستخدم الرسائل القصيره ويعرضها. خلينا نقول انك انت انسان ما انت فاهم ولا في هذا الحاجه، لكن لاحظ هنا ايش طلع لك. خدمه جوجل بلاي على طول حضرنه وقال لك انتبه هذا التطبيق ضار. ممكن يجي واحد يقول لك يا اخي الناس كله نزلوه مدري. لاحظ اول علامه تنبيه ذكرناها انه ظهر لك هذه الأذونة. والأمر الثاني خدمة جوجل بلاي، حتى لو ما أنت مسجل مثلا حساب جوجل بلاي ولكن المتجر شغال عندك من غير حساب، برضو جوجل بلاي هي تعتبر تحميك بعد الله سبحانه وتعالى، وقال لك هنا انتبه تم حظر تطبيق ضار. لما أنا أضغط له مزيد التفاصيل وأقول له أباك ثبت له على كل حال، خلاص أنا عندي ثبت هذا النظام، أصبح الآن جهازي عرضة للاختراق. ولاحظ هذا هو شكل التطبيق، لما أنت تفتحه يقول لك التطبيق توقف، ترجع مرة ثانية التطبيق توقف تمام. اذا ما هي العلامات الثلاثة اللي طلع لنا؟ اول حاجة انه شكل الاذونات هذه كلها، وثاني شيء جوجل بلاي خدمة الحماية قال لنا انتبه هذا تطبيق خطير. انت مشيتها وقلت والله قالوا لك الناس ولا مثلا اي واحد قال لك يا رجال مشي حالك، هذا ما في اي خطر. يا اخوان هذا الامر والله العظيم ما في لعب، هذه الامور كلها الامور التقنية وامور السبراني وبالذات الهواتف، انا لاحظ كثير هنا على منصات الانفصال الاجتماعي النتنة هذه تلقى واحد يقول لك اخترق حساب
حسابات تلقى واحد اخترق. انا اعرف شخص يعني كنا في مجموعه سابقه من اول نتعلم في امس سبراني، وحتى احنا طردناه من المجموعه لانه كان سلوكه جدا سيء. الادم انسجن وحكم عليه باكثر من 300,000 ريال سعودي عندنا هنا في السعوديه، وما زال مسجون لحد الان الين ما يدفع الكفاله واللي هي قيمتها 300,000 ريال سعودي. والسبب انه كان سوى تطبيق ترك فيه جوال واحده من البنات وحاول انه يخترق اسم السناب شات حقها، والحمد لله الحكومه عندنا متقصر قبضا عليه وادنوا السجن، والان هو محكوم تقريبا بخمس سنوات او يدفع 300,000 غرام. يا اخوان هذه الامور ما فيها لعب. هذه الهواتف الذكيه اللي احنا مستهينين بها في منصات التواصل الاجتماعي، ها يقول لك انا اخترق حسابات وانا اخترق، والله العظيم مجرد انه يمسكون عليك طرف واحد قسما بالله العظيم انك ما تطلع الا ما تدفع يا اما 300,000 يا اما 500,000 يا سجن خمس سنوات تكحها تاكلها لو انت لمن لو تصل القمر. المهم انا حبيت انبه عليك. هذه الطريقه الاولى، نظام التشغيل عندنا قديم في ثغرات مليانه، وانا قد شرحت وقلت لكم كيف تعرف اذا كان جهازك في ثغرات. الفيديو موجود في القناه راح تلقونه، طريقه تطبيق يشرح لك اذا كان النظام عندك مليان ثغره. هذا الان الجهاز الاول تمام، من غير برنامج حمايه غير حساب، لكن خدمه الجوجل بلاي هنا شغاله اللي هي اعدادات الحمايه بشكل ديفولت تشتغل مع اي نظام عندك. لكن في بعض الاجهزه الصينيه ما تكون فيها خدمات جوجل بلاي شغاله، فبالتالي يعني امكانيه ان هذه التطبيقات الضاره ممكن انها توصل وتتثبت من غير ما يتم كشفها زي اجهزه هواوي، بالتالي انت راح تكون عرضه تعرض نفسك للخطر. الان ننتقل لجهاز ثاني، هاتف موتو جي 5G بلس، نظام التشغيل اندرويد 11 وموجود فيه برنامج حمايه تمام. النظام طبعا مقفل ما في اي ثغرات امنيه، هو تحدث الى اندرويد 11 ولكنه نظيف يعني ما في اي ثغرات امنيه زي الهاتف السابق. الان نفتح المكان اللي نزلنا منه تطبيق وننزل هنا نحاول ننزل التطبيق مره ثانيه. لاحظ هنا ابغى انزله وركز معي في هذه النقطه. طبعا هذا الجهاز في برنامج حمايه والجهاز السابق ما في برنامج حمايه. شوف النتيجه الحين اللي راح تصير، ركز معايا. تنزيل على اي حال، لاحظ تم العثور على برنامج ضاق. خليك كذا اركب راسك، مثلا انا بركب راسي بقول له الغاء تمام وبنزله. حلو، الان نزلنا التطبيق. يعني ممكن انك تقول واحد يقول لك يا رجال عادي هذا التطبيق ما في اي حاجه تمام، بنشغله دحين. هذا هو، ابغى اثبته ونشوف التنبيهات اللي راح تجيني على طول. هذا التنبيه الثاني، قالت لك ايش هو؟ قالت لك جوجل بلاي انتبه ترى هذا التطبيق خطير لا تثبته على جهازك. اقول لا حسنا خلاص تم الغاء التثبيت. الان بروح لبرنامج الفيروسات تمام صديق العزيز، راح على طول هنا قال لك انت في خطر تمام، وهنا قال لك تم الاكتشاف. راح يظهر لنا هنا على طول هذا التطبيق، تطبيقات البرامج الضاره، ازل هذه التطبيقات من جهازك باسرع وقت ممكن. خلاص هنا سوينا له ازاله وانتهى، اصبح جهازي هنا امن. اذا هذا هو الفرق لما يكون عندك جهاز قديم وما في برنامج حمايه وجهاز جديد وفي برنامج حمايه. برنامج حمايه كشفه قبل ما تكشفه جوجل بلاي. جوجل بلاي متى تكشفه؟ شوفوا لما تبدأ عملية التثبيت. في بعض التطبيقات خطيرة لدرجة انها مجرد انك بس تنزلها من غير ما تثبتها تبدأ تشتغل على طول في الباك جراوند، تفتح باك دور في الخلفية وتبدأ تستهدف الضحايا. طبعا هذه التطبيقات جدا متطورة ولها مبالغ جدا هائلة وغالية جدا. الزبدة والخلاصة من هذا الموضوع كله، انا هذا الموضوع سويته للناس اللي مو فاهمين ولا حاجة، والناس اللي دائما شكاكين والناس اللي دائما خايفين. انت نظام تشغيلك قديم هاتفك، اخذ لك اشتراك سنوي حق برنامج حمايه، او اذا الله سبحانه وتعالى فاتح لك اشترى لك جهاز حتى لو كان رخيص لكن نظام تشغيل حقه يكون اخر نظام تشغيل. ولا تنزل التطبيقات من اماكن غير معروفه، نزلها من المتجر او مثلا من مواقع ويب بس انها تكون رسميه، وابعد عن التطبيقات المكركه والتطبيقات المعدله لانها مستحيل واحد يتعب يروح يسرق يعني تطبيقات وبرامج حق ناس ثانيين ويتعب نفسه ويكركها من غير ما يستفيد منها حاجه، مستحيل جدا. انا شخص هاوي ذا المجال لي تقريبا اكثر من 10 سنوات، اعرف اهداف ذي الاشخاص، اعرف اهدافهم هم اصلا ايش يبغون من ذي الحاجات. فانت يا اخي ويا اختي اللي دائما متشككه ومتخوفه من هذا الموضوع، ما دام انك ما تنزل التطبيقات الا من مصادرها الرسميه فانت لا تخافي من هذا الموضوع. وانت يا اخي ما دام انك تنزل تطبيقاتك من البرامج الرسميه او من المواقع الرسميه فانت لا تخاف من هذا الموضوع. ودائما اذا كان عندك استطاعه حاول انك تنزل لك برنامج حمايه فيروسات مثلا يكون معتمد وقوي. الان لما شفنا التجربه شفنا مدى خطورتها، خلينا نجرب نفحص الملف اللي احنا اشتغلنا عليه الان وجربناه على الجهازين. راح افحصه بالتوتال فايروس ديسكتوب واختار التطبيق اللي انا نزلته، أي هذا هو تمام، وراح يشيك على الهاتف ولاحظ هذه النتيجة. لا إله إلا الله، هنا قال لك تروجان وهنا قال لك مالوير وهنا قال لك أيضا مالوير ايجنت، وهنا قال لك تروجان سباي اندرويد تجسس، وهنا ارتمين، وهنا قال لك يسرق رسائل اس ام اس
فيشنج، ولاحظ عندك النتيجة 22 تروجان جنريشن 2 الاصدار الثاني. اشوف الديتيلز، لاحظ هنا الديتيلز كلها، وهنا قال لك البار مشين الاذونات اللي استخدمها هذا التطبيق، وهنا نشوف العلاقة. راح نلاحظ هنا عندنا كم 14 واحد مشتبه، لاحظ منها نشوف السلوك البيهيفر، وهذا هو السلوك كله. طبعا يسجل الصوت تبع الجهاز، لما ينزل في الجهاز يقدر يسجل الصوت تمام ويحفظها في الذاكرة حق التخزين. طيب هذا اللي عندنا اليوم ختاما ونهاية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا أخوان خلك منتبه، لا تسمع كلام اللي يقول لك نزل وحمل ومن ذا الكلام. هذا الشرح أنا سويته إن شاء الله بإذن الله تعالى أنه يوصل لأكبر مجموعة من الناس، وأنكم توعون وتخلونكم يعني عقولكم مفتحة. واستودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.